السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم متابعينا الأفاضل في حلقة جديدة من حصص تيجرون فورنايت، الحصص التقنية التي تقدم لكم بشكل خاص وحصري على تيكنو فورنايت في الفيسبوك وكذلك في اليوتيوب. يلا مباشرة نمر لشرح طريقة عمل راديو بت مباشر، يعني تعمل كيفية عمل راديو تقوم من خلال بت برامجك الخاصة، وكذلك يمكنك وضع مقاطع صوتية تبت بشكل متواصل 24 ساعة على 24 ساعة، ويمكنك أيضا جعل هذا الراديو يظهر في موقعك أو كيفية تقوم بعمله بموقعك. يلا أول شيء غادي نقوم به إن شاء الله هو الدخول إلى الموقع الموالي هو www.mixlr.com. موقع mixlr.com يوفر لك خاصية عمل بث مباشر صوتيات على موقعك. يلا مباشرة غادي نمر إلى التسجيل. طريقة التسجيل بالموقع هي الشكل التالي، يلا غادي نضغط على سين اب، غادي يعطيني الموقع جوج ديال الوسائل، يعني وسيلتان للتسجيل. يمكننا ان نقوم بالدخول عن طريق الفيسبوك، ويمكننا ايضا التسجيل بعمل اليوزر نيم وكذلك الايميل والرقم السري، يعني الطريقة العادية. ثم تقوم بالتسجيل بشكل عادي، يعني تعمل اسم المستخدم ثم كذلك الايميل، ثم مثلا انا غير كان اسمه باش حيت انا عندي كومنت سبق لي درتو، وكذلك تعمل رقمك السري. مباشرة بعد عمل هذه الامور هذه بشكل تام وحقيقي، تتوجه الى تسجيل الدخول، يعني غادي تجيك واحد الرسالة البريد الالكتروني غادي تقوم مباشرة بالتفعيل ديالها باش تسميتو. انا غادي نقوم بتسجيل دخول للموقع لانني مسجل عبر الفيسبوك. غادي ندير موافق، انا غادي حيت عندي كومنت خصني نبدل هاد الكومنت، انا داير كومنت اخر ان شاء الله. فاللي بغى يدخل بالفيسبوك ماشي مشكل، فنفس الطريقه هي مباشره غير كياخذ لك المعلومات ديالك اللي متواجده في موقع الفيسبوك. يلا انا غنتوجه مباشره لحسابي على الفيسبوك. ثم رقمي السري، يلا مباشرة غادي يدخل لنا الحساب ديالنا بالبريد الالكتروني والمود باس ديالنا. غادي نعاود ندير غادي نعاود نخرج غادي نعاود نخرج ونعاود ندخل تاني بالضغط على فيسبوك. عندما ضغطت تاني على فيسبوك مباشرة سيدخل الى حسابي، يعني كما تشاهدون بهذه الكيفية. وهنا يمكننا ان نقوم بالدخول الى حسابي، يعني بالضغط على مي او برودكاست، يعني هنا هذا هو البث، يعني لوحة البث، اضغط على برودكاست. مباشرة يقترح علي الموقع ان اقوم بتنصيب برنامج ميكسلر يمكنك تحميله عبر هذه الكيفية، تضغط على داونلود نو، او يمكنك ايضا ان تقوم بتحميل الابليكيشن على هاتفك. اظن لا يدعم الاندرويد، فقط الماك. نعم ابليكاسيون، يعني التطبيق خاص بالماك، وهذا التطبيق خاص بالويندوز كذلك والماك، يعني هذا خاص بالهواتف الذكية. يلا مباشرة غادي ندخلوا الى لوحة البت، يعني كما تشاهدون هذا هو الموقع. ادخل الى البرنامج الذي قمت بتنصيبه وكذلك بتحميله وبتنصيبه، يعني برنامج ميكسلر هو على هذه الكيفية، يعني موجود في جهازي حاليا. ثم انتظر ريت ما يتم الدخول الى البرنامج. يعني كيفية البث سهل جدا ولا يحتاج إلى يعني خبرة كافية أو كافية، سهل 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 للغاية للغاية. يلا وأنا أنتظر ريت ما يتم الدخول إلى البرنامج، برنامج ميكسلر. يعني كما تتابع معي عزيزي المشاهد، فهذا هو برنامج ميكسلر، يعني كما تشاهد أنا أتكلم وكذلك مسار الصوت يتحرك والى غير ذلك. هنا يمكن ان اكتب عنوان البرنامج، الفئة مثلا كوميدي، وكذلك يمكن ان اقوم باختيار مكان مثلا مكان صدور الصوت مثلا عبر الماك او الساوند ماكس، يعني هذا اسم الكارت، كارت بطاقة الصوت
هذا هو اسم بطاقة الصوت الخاصة بجهتي. يمكنني أيضا أن أختار هذه الكيفية، يعني صم مايكروسوفت، يعني الصوت الصادر من النظام هو الذي أنا أعمل الآن على هذا البرنامج. ويمكنني البت بالضغط على ستار، يعني ستارت، مباشرة سيتم البت ويبت كل ما أقول. يعني أنا حاليا أنا أقول مثلا السلام عليكم، مباشرة سيمكنك أن تسمعها، يمكنك أن تسمعها في الموقع. يمكنك أن تقوم بأخذ الرابط، يعني ها هو الرابط، عندما تضغط على شار أعمل كوبي وأتوجه إلى منطقة جديدة في المتصفح، ثم أعمل كوري، يعني لتسمع فقط البت. يعني كيف تتم عملية البت المباشر، يعني سهل، لا يحتاج إلى تعقيدات ولا برامج. يمكنك بت موسيقى، بت أي مقطع صوتي يمكن مباشرة سماعه على الراديو. يلا أنا أنتظر قليلا حتى يتم الدخول إلى الراديو. يعني كما تشاهد أخي الراديو العزيز، يعني هذا هو الراديو، يعني كما تشاهد أخي الراديو العزيز، كما تشاهدون، يعني الآن الراديو شغال، يعني هذا هو الراديو، يعني كما تشاهد أخي الراديو العزيز، كما تشاهدون، يعني الآن الراديو شغال. تمام. نعم، يعني كما تشاهدون الراديو شغال 100%. وهنا لديك كذلك منطقة للدردشة، ومنطقة كذلك لرؤية الأعضاء المتصلين حاليا بالراديو، يعني كما تشاهدون، وكذلك منطقة خاصة بالدردشة، وكذلك لوحة تحكم لأخذ كود جافا سكريبت أو HTML عفوا، لوضعه في موقعك أو مدونتك، وأغلبية الأمور ستضعه في مدونتك. ومتابعينا الافاضل الاعزاء، سبيفان او عفوا تكنو فورنيت وكذلك سبيفان، اشكركم جزيل الشكر على متابعتكم لهذه الحصه، حصه سهله بسيطه تمكن اي واحد من عمل الراديو، لان اغلبيه المواقع التي تمكن، يعني اغلبيه المواقع اللي كتمكن من عمل راديو مجاني اصبحت مدفوعه، يعني ما بقتش مجانيه كيف كانت. ومن ابرز المواقع، وقال كنظن كاين كريكي وما بقاش دابا، هذا موقع تو زوين، وانا خدام به نيت حاليا على عده مواقع. يلا متابعينا الافاضل، اتمنى ان تكونوا قد استفدتم من هذه الحصه، وللمزيد من الحصص والدروس توجهوا الى صفحتنا على الفيسبوك وكذلك على القناه في اليوتيوب. السلام عليكم ورحمه الله.